اذا الان اذا بنطلع هون ايش بدي اعمل؟ خليني اعمل كلير. اول شيء بدي اعمل نيوميريتر. نيوميريتر ايش بيساوي؟ اللي هو الزيروز تبعت الزد ترانسفير فانكشن. ايش الكوفيشنتس تبعته؟ رح تكون 0.368 في زد رح تعطيني المعامل الاول 0.368. الثاني ايش المعامل؟ 0.368 في 0.717. هذا رح احطهم زي ما هم. اذا هي بتعرف عندي النيوميريتر، معاملات النيوميريتر. الدينوميتر هي الشباب اللي كانوا يطلعوا من ماتلا، محمد خالد ومنتصر، شايفين؟ صعب هذا؟ صعب ولا سهل؟ لا سهل. نضرب هلا زد، زد ماينس 1 في زد ماينس 0.368. زد في زد بتعطيني 1 زد سكوير، مش هيك؟ اذا ايش بحط؟ 1. بعدين عندي زد في ماينس 1 بتعطيني ماينس 1 زد، وزد في ماينس 0.368 رح تعطيني ماينس 0.368، بجمعهم شو بصيروا؟ ماينس 1.368، ماينس 1.368، ماشي واضح؟ هذا معامل ايش؟ زد. بعدين اخر شيء رح اضرب ماينس 1 في ماينس 0.368، شو بعطيني؟ بلس 0.368، مش هيك؟ اذا هيك عرف عندي الدينومينيتر. كيف بعرف الان ديسكريت ترانسفير فانكشن؟ سيس رح اسميه سيس ديسكريت. سيستي ممكن تسمي اللي بدك اياه ترانسفير فانكشن. هلا الطريقه الوحيده اميز انه هذا ديسكريت اس ولا زد هي ايش؟ السامبلينج تايم. هلا ما احط هون راح اقول الان نيومريتر دينومينيتر، بعدين راح اعمل تي اس راح اعملها ماينس 1 انه ما حد ما راح احددها ما بدي احددها، بس هون عمالي ايش بحكي للسيستم؟ بقول انه هذا السيستم ديسكريت لانه هي السامبلينج تايم. إذا هيعرف هاي النقطة اللي علقنا عندها المرة الماضية، ما بعرف شو كانت المشكلة. كان في مشكلة بنفس يعني أو شيء بارامتر تغير في الماتلاب سبب مشكلة. إذا هي تعرفت، لاحظوا كيف تعرف عليها إنها زد؟ شو اللي خلاها يتعرف عليها إنها زد؟ بس السامبلينج تايم، لو أنت ما دخلت السامبلينج تايم، لو حطيت النيومينيتر كوما دينومينيتر شو بفكر معك؟ إس وحط هذا فانكشن على إس. إذا هلا شوفوا ما أسهل، جاهزين هيك نعمل؟ روت لوكس سيس دي. هي عرف لي هذا بس هذا إيش ناقصه؟ بدنا جريد. هلا شو لاحظوا ايش الخط اللي مقطع اللي اعطاني اياه هون؟ هذا الزد بلين وهي الدائره اللي هي يونيتي سيل، والخط المتصل هو روت لوكس. ليش عامل اللونين؟ في تو بولز عم تتحركوا، هي في بول عم يتحرك هون اللون، وايش هذا اللون؟ وهذا اللي ماشي من هون ونازل بهذا الاتجاه ايش لونه؟ احمر ولا ايش؟ طيب اذا حتى نحسن الزد بلين راح احط هون بس كلمه زد جريد، يعني حط لي جريد على الزد بلين. فكيف صار شكله الان؟ تحسن شوي. هلا بدي اياه يكون متساوي الاسبكت ريشيو، بدي ايكوال انكريمنتس في الاكس والواي، فراح اقول اكسس ايكوال. هلا صار شكله احسن بس مشكلته صغير. هلا شو بعمل؟ كبروا نعمل. هلا اذا بدك تتحركوا يمين وشمال تمسك الايد، شايفين الايد؟ فان بقدر احركه وركز المنطقه اللي بدي اياها، هاي المنطقه اللي بتهمني مضبوط؟ نعمل كمان زوم، خليني اكبر هاي شوي. شايف بمسكها من الزاويه، ليش بمسكها من الزاويه مش من الطرف؟ واضح يا محمد؟ محمد خالد منتصر، ليش بمسكها من الزاويه؟ اذا بتمسكها من الزاويه بتضلها الاسبكت ريشيو نسبه الاكس والواي نفسها ما بتتشوه. وبعدين الان راح نعمل يعني الفان. هاي تقريبا الى حد ما واضح. طيب خلينا نطلع هاي شو بتحكي لي الرسمه من هون. ايش هذا الاحداثي هون؟ هذا الاكسس اللي هيك ريل، وهذا ايماجينري. واي نقطه على هاي هي قيمه لزد. هذا الخط شو بيمثل؟ روت لوك. روت لوك. مشان شو يعني ايش عمال بيصير؟ لما بتحرك على هذا الخط شو اللي بيتغير؟ كي. هي يعني انا لما بغير قيمه كي البولز الاثنين تبعون هذا السيستم، لما بدينا البولز شو كانوا؟ 1.368. اذا طلعنا تحت راح نشوف ال 1.368 اللي بدينا فيهم. اذا هذول دائما هم الاوبن لوب بولز، هيهم هي ال 0.368 مش هي 0.3 وهي 0.4 هي 0.368. طيب هون واحد مش هيك؟ هي الواحد، والبول جاي على شكل محطوط ايش؟ اكس على شكل علامة ضرب. اقتربوا الاثنين من هون لما زدنا كي، في طبعا قيمة معينة لكي هون. السيستم هلا وصل عند النقطة هاي، بعدين
تحرك واحد من البولز هيك وواحد من البولز هيك. ايش الخطوط اللي مدرجين هون؟ زيتا اوميجا. زيتا اوميجا مش هيك؟ هاي قيمة زيتا. هاي قيمة زيتا بتتحرك من واحد. فإذا السيستم لما عم بيتحرك هون ايش عمله بيصير بزيتا؟ تتغير. شو بقل؟ شو بصير بزيتا؟ بتقل. لما تقل زيتا شو بزيد معي؟ وايش بزيد اذا؟ الاوفر شوت. اذا الاوفر شوت عماله بزيد وانا بتحرك بهذا الاتجاه من هون. اذا انا بدي اوقف عند نقطة معينة مثلا، اذا انا بدي كي تزيد بس ما بدي الاوفر شوت، الاوفر شوت يزيد عن قيمة معينة، بدي اطلع على قيم زيتا. هذه اسهل من الكونتينوس سيستم. لأنه انا مباشرة اذا عندي هذا ورسمته بهذا الشكل صعب اني ارسم هذا بالايد. إذا رسمته بهذا الشكل بإمكاني الآن ألاقي القيمة المختلفة اللي بدي إياها على هذا الأكسس. إذا هاي هون الإنستركشنز اللي أعطيناهم من هون، أعطونا رسموا لنا الروت لوك. بس خلينا نرجع مرة ثانية نتطلع، رح أرد أعمل زوم أوت. هلا إيش بتلاحظوا كمان صار هون عند النقطة هاي؟ أنستيبل. هون السيستم شو صار؟ أنستيبل. ملاحظين قيم أوميجا إن؟ هدول الخطوط كلهم إنهم إيكوال أوميجا إن، وهدول كل النقاط الزد اللي على هذا انهم ايكوال زيتا. اوميجا ان على ايش بتعتمد اوميجا ان؟ اذا بدي اقراها من هون على السامبل تايم. على السامبل تايم. ماشي واضح؟ فاهمين هاي النقطة؟ ما بقدر اقرا يعني زيتا بقدر اقراها مباشرة ما فيش مشكلة. مش هيها قيمتها 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3. بس هون اذا بدي اقرا قيمة اوميجا ان ايش لازم اعرف؟ السامبل تايم. لازم اعرف تي. مظبوط؟ لانه هاي قديش هاي 0.3 باي على تي. فاي معروفه مش هيك؟ كرقم نعرفه، بوينت 3 بنعرفه، بس تي مش معروفه. لازم احدد تي حتى اقدر اكمل، حتى اقدر اعرف. يعني ما بقدر اسالك اقول لك قديش قيمه اوميجا ان، لازم اكون معطيك قيمه تي. ماشي واضح؟ واضح. وتي بتضلها ماشي من هون لحد السامبلينج تايم على 2، السامبلينج فريكونسي على 2. يعني اذا بتتذكروا لما وصلنا عند النقطه هاي، هاي شو بتصير هذه هلا؟ 0.9 باي، هون بتصير باي على تي سامبلينج. هاي بتتناسب مع اوميجا اس على 2. ايش اوميجا اس قلنا؟ نايكوس. تمام. ايش اوميجا اس؟ كويس نايكوس. بس ايش اوميجا اس؟ اي فريكونسي اوميجا اس؟ ايش اف اوف اس؟ طب ايش تي؟ سامبلينج تايم. اذا تي سامبلينج تايم اوميجا باي على تي هي نص اوميجا اس، نص السامبلينج. لانه احنا ايش قلنا حسب النايكوس؟ ما بصيرش يكون عندي بالسيجنال فريكونسيز اكثر من نص السامبلينج، مش السامبلينج لازم يكون ضعف اعلى فريكونسي موجوده بالسيجنال؟ اذا هاي النقطة هون اعلى فريكونسي ممكن تكون موجودة بالسيجنال، اللي هي اوميجا اس على 2 ماينس اوميجا اس على 2. ومن هون هلا بقدر اشتغل، بقدر اقرا قيمة دي. هاي الزيرو، واضح الزيرو هون موجود، في نقطة معينة التقوا الخطين تبعون البولز في بريك، ايش اسمها البوينت اللي بدخلوا عليها؟ بريك ان بوينت. وعندي البريك ان بوينت بنطلق واحد من الخطين اتجاه الزيرو الفاينايت زيرو، والثاني وين بروح يفتش؟ على الانفينيت زيرو اللي موجود سموير ات ماينس انفينيتي. قديش قيمة كي هون لما هذا الخط يوصل الزيرو بتكون؟ قيمة كي؟ زيرو. لا انفينيتي. لما بيبدا من عند البول قديش بتكون قيمة كي؟ زيرو. اذا قيمة كي هون عند هاي النقطة، عند هاي النقطة قديش قيمة كي؟ زيرو. بدينا من قيمة كي زيرو. ضلت طبعا كي بوزيتيف مش هيك؟ لانه نيجاتيف فيدباك. بتضلها ماشيه من هون، كي بتوصل قيمه معينه من هون، بعدين بتضلها تزيد، بعدين برد بوصل كمان قيمه لكي عند البريك ان. هي بريك اواي بوينت. وفي عندي كمان بريك ان بوينت هيها هون. لما وصلت عند البريك ان بوينت كي عمالها بتزيد. لما بوصل عند النقطه هاي بكون كي انفينيتي، بكون وين الخط هذاك وصل؟ ماينس. كمان ماينس وصل. ماشي؟ واضح لهي؟ اذا هاي رسمه. هلا خلينا ناخذ المطلوب بهذا السؤال، احد المطالب الموجوده بهذا السؤال هي قديش قيمة K عند زيتا بتساوي 0.7. خليني اعمل زوم كمان. رح احاول اعمل زوم كمان اذا بظبط. وين النقطة اللي عندها زيتا بتساوي 0.7؟ هاي نقطة بتحقق شرطين، شو هم الشرطين؟ اوفر شوت. بتحقق الاوفر شوت اللي هو بتناسب مع زيتا 0.7، وين بتقع؟ على الروت لوكس. إذا في قيمة معينة لكي وين بتوصلني؟ لهي النقطة، مش هيك؟ والجزء اللي تحت وين بكون وصلت؟ بكون وصلت على النقطة اللي بتقابلها، مظبوط؟ يعني هم تو بولز بتحركوا كومبلكس كونجيجيت بير. إذا هم كومبلكس كونجيجيت بير شو بكون الريل بارت للتو بولز؟ متساوي. متساوي، والإيماجينري
يكون واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف من هون. اذا هاي النقطه هي النقطه اللي بدنا نفتش عليها مظبوط. قديش قيمه زد عند هاي النقطه؟ هي هاي النقطه قديش قيمه زد عند هاي النقطه؟ 0.62. احكي لي الفكره شو اللي بدك تعمله؟ بدي انزل خلص ببساطه هي الاكسس هي زد ما هي عباره عن ريل زائد بلس ماينس ايماجينري لانه تو بولز. الريل للتنين نفسه وينه؟ هي بنزل خط عمودي من هون. فانت بالامتحان بتمسك مسطره بس بتنزلها بكون الاكسس عندك هون زي هيك. بحاول اكبر لك الشارت قد ما اقدر. طبعا قديش بيطلع تقريبا؟ 0.61 تقريبا. هذا ايش؟ هذا الريل بارت. طيب والايماجينري بارت وين بجيبه؟ بدي ارجع خط افقي من هون تقريبا لعند النقطة هاي بتطلع أكثر من 0.25. هو الكتاب حطه 0.25 هو هون مبين كأنه 0.25 0.275 تقريبا مش هيك؟ مظبوط؟ تقريبا إلا إذا أنا خطي يمكن مايل شوي خليني أحاول أظبط الخط شوي. يمكن هيك الخط أحسن شوي يعني تقريبا 0.26 يمكن. مظبوط؟ طيب والبول الثاني قديش بتكون قيمته؟ نفس القيمة بس كومبلكس كونجيجيت. إذا البولز اللي عندهم بيكون زيتا بيساوي 0.7 هم 0.61 بلس ماينس 0.2 قديش قلنا 6؟ مضبوط هدول هم البولز. هاي الخطوة الأولى. هلا أنا لسه ما طلعت قيمة كي، طلعت قيمة زد. كيف ممكن أطلع قيمة كي؟ ماينس 1 تمام. إيش هو الكلوز لوب؟ ماينس 1 بزيرو. الكاركترستيك ايكويشن شو بتقول لهذا السيستم؟ 1 زائد كي اف زد شو بتساوي؟ زيرو. اذا كي شو بتساوي؟ ماينس 1 على اف زد. انا عارف زد مش عرفت زد؟ هي هم القيمتين. اذا عوضت زد في اف اوف زد واخذت ماينس 1 عليها مش بتطلع قيمه كي؟ اي واحد من البولز بعوض؟ البلس ولا الماينس؟ بلس. مين بيقول البلس؟ اي واحد فيهم. مين حكى اي واحد؟ تمام. اي واحد فيهم هم هدول جذور للمعادله. انا اذا عندي معادله تربيعيه ولها جذرين لو عوضت اي واحد فيهم مش معطيني زيرو؟ لو عندي معادله تكعيبيه لها ثلاث جذور لو جبت اي واحد من الثلاث جذور وعوضته اذا ما تفرق لو عوضت البلس او الماينس. وهذا رح نعمله بالخطوه التاليه.